في صاحب السعادة يمكن في العمل اللي فات والعمل اللي قبله حضرتك استعنت بمجموعة كبيرة جدا من الشباب. طبعا أي شاب بيظهر مع الفنان الكبير عادل إمام هي دي بتبقى بالنسبة له فرصة كبيرة. المرة دي في صاحب السعادة احنا هنشوف معاك لأول مرة الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين. مش كده؟ وبرضو هتلاقي شبان وشابات برضو كتار. ده موجود وده موجود. في أحمد عيد وفي إدوار وفي ياسر فرج وفي كتير يعني. مجموعة كبيرة. مجموعة كبيرة موجودة يعني. والأحداث فيها كوميديا. وفي لبلبة. يا سلام. يا سلام. عملت مع حضرتك اكتر من فيلم منهم كان عصابة حمادة وتوتو. افلام كتيرة. منهم بتاع الشقة. بتاع الشقة العالية دي. مع فؤاد المهندس. خلي بالك من جيرانك. خلي بالك من جيرانك. طبعا. طبعا. هي فنانة جميلة. قوي. فنانة وبعدين عارف تهتم بشغلها وتهتم بالدور وتهتم بتفاصيل الدور. يعني دلوقتي كل شويه تليفون. طب ايه طب ايه رايك لما ابقى مش عارف ايه رايك هلبس كذا ايه رايك مش عارف ايه حاجه. قلت لها كلمي رامي انا ماليش دعوه. كانها لسه ايه يعني. كانها لسه. هي فرحانه بالدور الحقيقه. وان شاء الله يا رب يبقى عمل جميل.